معتصم النهار شو عامل بس صبايا؟ مساء الخير اول شيء. اهلا وسهلا فيك. راح انا ماني عامل شيء ابدا والله. لا شو ما عامل؟ شكلك عامل. من الله الله معناته انا ما دخلني. كيفكم؟ انت حاليا اليوم شغل الدراما السوريه او العربيه؟ يعني هيك مين قال؟ بالنسبه هي يعني بالنسبه لي هي اوصاف بالنهايه يعني. تنبسط بهاللقب؟ ما في حدا ما بينبسط يعني بهيك لقب، بس بالنسبه لي مثل ما قلت هو بالنهايه لقب ما بيخليني يعني ما بيخليني اعتمد عليه بطريقي. اكيد اكيد بفكر بشيء ثاني، اكيد بفكر بمهنتي بشكل اكبر وبشكل جدي اكثر. الشكل عند الممثل اليوم اولويه؟ يعني الممثل الوسيم اكيد عم نحكي. هلا هو يعني عند الصبايا هو اولويه، عند الشباب المقصود بيير سوري المقصود بما يخص المهنه ولا بما يخص أكيد بما الشكل يخص العام؟ المهنة اكيد لا بما يخص المهنه. هلا بمهنتنا اكيد الشكل الجميل مطلوب، يعني انه تكون الكاميرا بتحبه للشخص، انه يكون مقبول لهذا لهي المهنه، بس مو شرط الوسامه. في كثير نجوم عالميين احنا بنعرفهم ما عندهم هي الوسامه اللي عم تحكي عنها، بس هن محققين نجوميه عظيمه جدا. مطلوب ولكن ما هو شرط اساسي. بس بلا شك ساعدتك هالوسامه يعني اكيد. طبعا بتساعد هي، انا ما بنكر هذا الشيء. معتصم قد ايه عمرك؟ من يومين صار 34. 34 اسم الله عليك، صار لك 34 سنه معتصم؟ بنهار واحد بس. بس بوس 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 انه بيخف يعني. وبالنهار لا 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 انا خجلا ما رضيت اقولها بس طيب يلا ها. معتصم كيفك انت والكوميديا؟ بخير الحمد لله. لعبت ادوار كوميديه؟ قليل. ليه؟ صعبه؟ لا والله بالعكس انا كثير بحبها، بس ما انعرض علي شيء اللي انا بدي اياه. بس انت بتحس انه يلي بده يلعب دور كوميدي لازم هو يكون كمان عنده روح الفكاهه ولا ما ضروري؟ عنده سكريبت؟ مو ضروري. لا مو ضروري. خبروني انه بتقلد كثير الممثلين. انا؟ ايه؟ لا ابدا؟ ابدا. ما بتقلد حدا؟ باسم ياخور كيف بيحكي؟ قولي قولي على هالليله. باسم الاستاذ باسم حبيبي واخي وسندي بهي المهنه. بحبك كثير ابو روي. باسم اجتمعنا انا وياه بعمل كان من شي سنتين ثلاثه تقريبا اسمه خاتم، فهو كان دور اخي الكبير. وتقريبا كنا انا وياه نفس اللبس، يعني كنا بنشبه بعض باللبس، فاحيانا بلحظات حتى الكاس صار يخربط لما وانا وياه تقريبا من نفس الطول، لما بنمشي فانا كمان كنت انتبه له لباسم هو ماشي، فصرت امشي مثل المشيه بلحظه تبعه يعني. فصار في هذا اللغط، انا باسم ان شاء الله ما يزعل مني بس ابدا ما بحبك كثير ابو روي، بس حابب لك شيء. باسم لما بيسلم على حدا عنده شغله كثير حلوه، باسم لما بيسلم على حدا بيطلع لفوق سلم على ضلي. كيف هيك شو؟ طب يضربها للسما يعني هيك وبيكمل يعني بيكمل. فانا بلحظه كنت احكي مع باسم انه باسم هو طويل وبيطلع لفوق. انا كمان بعملها بس مش قصدي، انا مضطر اطلع. كيف بيحكي؟ كيف بيحكي باسم؟ في مشهد كان بيني وبينه انا هذا المشهد كثير بحبه وكثير كان يضحكني، يعني لما ارجع احضره اتذكر بأحد الحلقات بتنضرب إيده وبتنقطع إيده، فهو دور أخي ونحن أنا وياه مبعدين من الحارة والحارة مو يعني رافضينا تماماً وأمنا ميتة، فبيجي بيقعدني كان اسم الشخصية زيبق، فبيقول لي بما معناه أنه هو ما بده لا حق ولا حق، المهم بده حق أمي، فبيقول لي إياها هيك كان باسم. أنا ما بدي حقي ولا بدي حق أمي، أنا بدي حق إيدي، إيدي اللي نقطع. جدا يا شخصية تانية. شخصية تانية. أبو روي حبيبي يسعد مساك، أنا كثير آسف بس من ما رح يزعل منك. مارلون براندو بفيلم ذا جود فازر. كمان؟ حبيبك وأبو مارلون صغير. طبعاً. ما رح يزعل أبداً. مارلون ما رح يزعل. حبيبي مارلون ما تزعل مني. مارلون في له مشهد لما بيجتمع مع العائلات الخمسه نعم المافيوز تماما، ف
بينقتل ابنه الكبير فينسنت كان يا تماما. فهو بيطلب منه طلب انه انا رح صالحكم واللي بدكم اياه بيصير، بس اذا بلاقي ابني مقتول بيوم من الايام رح اقتل الكل. فهو هيك هي الحنك اللي كان يعمله. وطبعا هي القصه انا مذهله بالنسبه لي كيف اختار الكاركتر يعني كذا. If I found my son killed herself, I wanna kill everybody here. Okay. واو خبر خبر برافو. عندي امامي بس الخياط وعبد فهد، مين بتفضل؟ بليز يا بيير، او مين بتصيب اكثر؟ بليز يلا بس الخياط او عبد فهد. انت غايب قلبي بشوف حالي فيهم وبكبر فيهم والله العظيم. مين بدك؟ ما بعرف. باسل. باسل. رح افتل اللي عندك. اسالني اللي بس اللي باسل وين الباب؟ اوكي؟ يلا باسل وين الباب؟ والله ما بعرف. بدك عابد؟ يلا عابد فهد كمان. عابد؟ عابد الاستاذ عابد الكبير طبعا. نعم. مره كنا انا وياه مجتمعين فكنت عم بحكي له على شخص انه صار معنا مشكله وكذا وكذا وكذا، وهذا الشخص بدنا نقابله بكره انا وياه. فهو احبط بالنسبه لي، يعني صار في احباط مني رح يقابل شخص بكره ومضطر انه يشوفه وقت طويل. ف عم بحكي انا قلت له كان هيك وكان هيك وطبعه جدا سيء، فعمل هيك لتحت هيك ورفع. عم شو هالمصيبه هي؟ مصيبه. واو برافو. فيك تعطينا بريك على طريقة اللمبي؟ اللمبي؟ ايه؟ يا سعادة حضرة المزمزيل. اللمبي بمشهد لما بيروح بتعطينا اياه هون ولا بتعطيني اياه على الواقف محله؟ وين ما بدك. يلا. ادا بير، ادا. انا مش فاهم اي حاجة. أنا كل اللي لقيته بقلب الحاجة دي علبة دواء أنتو سجن بتاع الإسهال. اسم أولادك عم يحضروك؟ بنتي. بنتك؟ ساندرا. ساندرا. قد عمرها؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ معقول تكون عم بتتابعك؟ أكيد. ليك انهاروا الصبايا كلهم مجوز؟ مجوز. مجوز. ليك مرته حلوة. حلوة مرته كمان. اسم الله عليك. ساندرا شكرا. زوجة ساكلين تحية كثير كبيرة لها. حبيبة قلبي. فوتو ستوديو. فيري بيوتيفول كابل. هول صور عاديين ولا بتاخذوا فوتوشوت كلهم؟ لا هدول فوتوشوت كانوا. طيب فسر لي التصريح اللي قلت فيه انك رجل شرقي وبترفض تكون الرجل الثاني بحياه امراه. هذا شيء طبيعي. يعني بعد في حدا مفكر هيك؟ انا والله لا، يعني هي انا هيك تربيت صراحه. ما يعني ما عندي القدره على انه اكون نمبر 2 يعني باي علاقه، ان كانت حتى بعلاقتي مع اصدقائي. يعني بحب هيك نكون كلوزر اكثر من بعض. فما بفضل او ما كثير انا مع فكره. يعني انت الليدر بين اصحابك؟ لا ماني الليدر اكيد. دائما علاقتنا هيك مبنيه على التفاهم على التوافق، ان كان بين رفقاتي ان كان بالبيت بكل مكان. طيب انت النمبر 2 بحياتها؟ اكيد لا. بعد ساندرا يمكن. اكيد. شفيف. ما بعرف ليش عطوني طابات تنس وعطوني هيدي الحبله، قالوا لي انه انت اكثر زلمه سبورتيف بين الممثلين، صح؟ بعتقد كل حدا درس بالمعهد العالي للفنون المسرحيه بيعرفهم منيح يعني. هولي؟ ايه طبعا، لانه نحن بناخذهم بالمعهد يعني. طيب فسر لي هيدي، شو بفسروا لك عنها بالمعهد؟ هولي لشو بتستعملوها؟ دروس الرياضه هي بنستخدمها بنلعب فيها، يعني شيء له علاقه بفصل الحواس. فيك تعملون؟ هلا طابت صول حواسك. والله الحبلة صعبة يا بير. حبلة بتستعملوها هيك يعني؟ فكرة نفس هي للقتل. يعني إن شاء الله أرجع هيك. يلا قرب.
بس استحملني بأول مرتين، أوكي؟